متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي غنستضيف فيه السي علي شتو، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلكين. الموضوع الحلقة هو يعني انتظارات تاع الجمعية حقوق المستهلك من الحكومة تاع السي أخنوش، وكذا الزيادات اللي عرفتها بعض المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، والدور تاع جمعية الحماية المستهلك في هذا القطاع في هذا المجال هذا، وأيضا هل بإمكان يعني حكومة أخنوش أن تتضمن حقيبة وزارية للدفاع عن حقوق المستهلكين. سي علي شتور مرحبا بك. اهلا وسهلا، السلام عليكم، تحية طيبة لقناتكم المفضلة أنفاس بريس ولمشاهدين ومشاهدات داخل الوطن وخارجه. سي علي شتور، اولا شنو هي رايكم في نتائج انتخابات 8 تنوير 2021؟ نحن بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نتمن النتائج اللي فرزتها الصناديق الانتخابية أخيرا. ما تشوفش بأن الزيادات المتكررة اللي كانت في المواد الغذائية على طول المدة تاع فترة تاع الحكومة العدالة والتنمية كانت سببا هي في انحدار نتائج شعاد الحزب على مستوى سواء على مستوى الانتخابات البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية؟ بالنسبة للزيادات اللي كانت عرفتها أخيرا الساحة، هي تقريبا كانت من الحكومة ما كانتش تقريبا متابعة المستهلك المغربي، وكانت دائما كتكون زيادات وما كتكون واحد مداخلات في هذا الشأن، ويمكن كانت هو السبب في عدم الثقة مرة أخرى في الحكومة السابقة. أشني الانتظارات ديالكم ثم كجمعية حماية المستهلك من حكومة المقبلة تاع سي أخنوش؟ بالنسبة كما قلت لك أن هذا الصندوق الاختراع اللي خرجت وأبرزت واحد النتائج اللي هي شفافة، ومن خلالها أن صاحب الجلالة نصره الله وأيده قام بإعطاء الرئاسة للسيد رئيس الحكومة القادم إن شاء الله وهو سيد أخنوش، ونحن في انتظار تعيين الحكومة الجديدة من طرف صاحب الجلالة نصره الله في الأيام القادمة، وبأن هذه الحكومة كانت تنتظرها واحد العمل شاق وكثير، بمن بينها أولا وهو كاين واحد النموذج تنزيل وكذلك تفعيل النموذج التنموي الجديد اللي هو أخذ واحد وقت كثير وفي التفكير والتفاعل وبين فاعلين سياسيين والاقتصاديين والمدنيين، وفي هذا الشيء هذا لم في جهويان ولا جهويان وكذلك محليا. ولكن انتم كجمعية مستهلك اش تطلبوا من الحكومة المقبلة؟ احنا بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك كنتسناو بان ياخذوا بعين الاعتبار ويكونوا قريبين من المستهلك المغربي، لان من هذا المنبر كنقول بان من خلال هذه الانتخابات خدينا اشياء كثيرة. جميع الاحزاب ما شناش في البرنامج ديالهم ان شي احزاب كتكلم على كتدافع على المستهلك كمستهلك والحمايه ديالو في البرامج ديالهم، وحنا اللي كنتمنوا حاليا بان ياخذوا بعين الاعتبار ان المستهلك لنا شنو هو المستهلك، حماية ديال المستهلك هو ضمان الشفافيه لبناء واحد اقتصاد اللي هو المنشود. البعض يقول بأن حان الوقت باش دار واحد حقيبة وزارية للدفاع عن حقوق المستهلكين بسبب هذيك الزيادات، وباش تلقى واحد تد الحقيبة الوزارية اللي دارت حسب أصحاب هذا الرأي هذا غتكون عارفة وفاهمة اش يوقع لهذا المستهلك هذا. احنا كجمعية وكجامعة وفي شخص رئيسي هذا السيد الخراطي كان دائما وفي أي مناسبة ينادي بخلق واحد وزارة اللي يمكن لها تكون قريبة من المواطن المغربي وتكون في جنبه، لأن المستهلك المغربي حاليا ما كاينش اللي كيتكلم عليه.
ما كاينش اللي كيتكلم عليه. حنا اللي كنناديو باش تخلق واحد المؤسسه ولا تخلق واحد الوزاره اللي غتكون تعتني بهذا المواطن، لان المواطن اصبح هو الحلقه الضعيفه في المجتمع وما كاينش مع من كيتحاور. البعض يقول بأنكم تتم كجمعية تكتفي فقط بإصدار البلاغات والبيانات، ولكن ما كاينش الأثر ديالكم على مستوى الواقع، ما تيشوفوكش من الناس في التيران كما تيقولوا المغاربة. لا، احنا هذا كلام، ولكن احنا اللي غادي نقولوا بان الحمد لله بالنسبه للجامعه ولا الجمعيات اللي هو منضويه تحت لواء الجامعه كتستقبل شكايات سواء عبر الهاتف ولا عبر البريد الالكتروني، وكنتفاعلوا معها وكنراسلوا الجهات اللي هي مسؤوله سواء المؤسسات الخاصه او عموميه، وكنخرجوا كنديروا واحد لقاء مع المستهلكين في أي وقت، لما احنا موجودين على الساحة. سي علي شطور، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاسبريس، إلى هذا الحد نقول لكم إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.